انطلقت قافلة طبية مجانية بمدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية ضمن مبادرة رئيس السيسي حياة كريمة، وتم الكشف خلالها على ما يقرب من 1100 مواطن خلال يومين. تأتي تلك القافلة ضمن خطة القوافل الطبية المجانية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنبوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.